الحدود تنصهر والاختلافات تتلاشى أمام مشاهد الأخوة والتآلف. أكثر من 1000 شخص من أفراد الجالية العربية في اسطنبول اجتمعوا بإخوانهم الأتراك على مائدة إفطار رمضانية نظمتها بلدية اسطنبول الكبرى بالتعاون مع بنك البركة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأهلية والخيرية. إن شاء الله في انسجام ما بين رؤساء الجاليات وبين العاملين على الجاليات، انسجام كبير جدا، وفي اندفاع لأن نحن نكمل بعضنا ولأن نحن نحط إيدينا بإيدين بعض. فعاليات منوعة وكلمات من ممثلي الجاليات العربية تناولت مختلف القضايا التي تمس العرب في تركيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كفتح قنوات تواصل بين الجاليات العربية وتمتين أواصر القربة والتعبير عن عمق العلاقة التركية العربية، كان العنوان العريض لهذه الأجواء الإيمانية. أنوه إلى أن الجالية العراقية في تركيا والتي تتجاوز المئات من الآلاف، هم أغلبيتهم الساحقة ليسوا سياحا في هذا البلد الجميل، وإنما منهم من عانى الأمرين من الظلم والجور والعمليات العسكرية التي أحرقت الأخضر واليابس. وفي وقت تقبل فيه تركيا على انتخابات رئاسية وبرلمانية رافقتها محاولات لزعزعة استقرارها، جاءت هذه الدعوة لتعبر عن امتنان الجاليات العربية لهذا البلد حكومة وشعبا ووقوفها إلى جانبه بناء على مرتكزات التقارب التي اجتازت المعوقات والعراقيل. هذه رسالة بأن الشعب العربي ومع الشعب التركي هو عبارة عن نسيج لا يمكن الفصل منه، ولا يمكن دعوات مثل هذه الدعوات الباطلة أن تؤثر على هذه الوحدة وهذه اللحمة بين الشعبين. هنا حيث يتسلل عبق الماضي ليختلط بنسيم الحاضر ويجمع القلوب المؤتلفة على مائدة إفطار رمضانية ضمت العرب والترك لترسم أجمل لوحات الأخوة.